حديثنا بفاميلي لليوم معنيين فيه كل التلاميذ والاهل وكل الاشخاص المختصين او بيشتغلوا بالحق التعليمي، بما انه ضيفتنا هي دكتور ميري رياشي فرح وهي دكتوره بالعلوم التربويه بجامعه البلمند. مؤخرا وخلال مؤتمر عقد بجامعه البلمند صار في اقتراح لطريقه تربويه جديده تسمى المقاربه بالكفايات او ابخوش بار كومبيتونس. رح ناخذ عنها تفاصيل لانه عنوانها ب أصعب مما هي، يعني بدل على أنه شيء كتير صعب. صباح الخير دكتور. صباح النور. شو يعني أبخوش بار كومبيتونس أو المقاربة بالكفايات؟ يعني بشوف شو كومبيتونس التلميذ وعلى أساسها منعلمه؟ فلا، هو الأبروش بار كومبيتونس هي مقاربة، إذا بدنا نحكي بالعربي مقاربة بالكفايات، هي مقاربة بتبني المناهج المدرسية والبرامج المدرسية، يعني الكوريكولوم سكولير. طلعت أول شيء الفكرة من جامعة البلمند، في عنا ماستر وفي عنا بي اي وعنا تيتشينج ديبلوما. من ابحاثنا مع طلاب الماستر، في عنا ماستر اسمه كوريكولوم اند مانجمنت سكول مانجمنت كوريكولوم اي جيستيون سكولير. هدفنا بهالماستر انه نحن ندرب اساتذه تيصيروا خبراء تربويين في المناهج المدرسيه، لانه مثل ما بنعرف انه المنهج المدرسي هو الاساس بكل الحركه والاكسيون ايدوكاتيف بالصف، لانه بالكوريكولوم بنلاقي المناهج، بنلاقي محتوى المناهج، بنلاقي كيف طرق واساليب التقويم الايفالويشن. دونك من هون طلعت الفكره، ونظمنا مؤتمر بكليه الاداب والعلوم الانسانيه بالفرع السيونس دو ليدوكاسيون، وتباحثنا وتشاورنا حول شو هي اول شيء المقاربه بالكفايات. المقاربه بالكفايات دونك هي بتبني المناهج المدرسيه، وهي بتختلف عن المقاربات يلي كانت مبنيه عليها المناهج القديمه. شو كانت مبنيه على اي مقاربات؟ بسنه السبعين كانت المناهج القديمه مبنيه على السافوار، على المحتوى، يعني كنا كثير نحشي راسه للتلميذ بمحتوى بمعارف اوقات ما يعوزهم. هلا تذكرته بس خلصنا مدرسه. بعد ما حشيتوا لنا راسنا. مزبوط. دونك المناهج بسنه ال 94 97 انبنيت على الاوبجيكتيف دابرانتيساج، يعني الاهداف التربويه. صار التلميذ كل شيء بده يتعلم ويصير له هدف تربوي. يعني اذا فور اكزامبل بدي انا اكتب نص تيب ناراتيف، يعني سردي، بدي انا احاول طبق عده انواع معارفتها اوصل لهالكتابه النص. بس كانت المشكله بهالمنهاج بنت سنه ال 97 انه التلميذ كان يشوف هالاهداف التربويه مثل مقسمه، ما يقعد يعرف الهدف الاول يلي كان بده يوصل له. وكان في كمان عده مشاكل بهالمنهج. اذا ما نبقى بهذا المثال اليوم، اذا عم نحكي مقاربه بالكفايات وبدنا نقارن بين النص السردي بوقتها ونص السردي هلا، هلا شو بيكون في له هدف واضح مبين ملموس؟ هلا اهم شيء من ارجي بالنص انه التلميذ يكون الموضوع له معنى للتلميذ، ويحس انه التلميذ كل شيء تعلمه بالصف بيقدر يرجع يستعمله. ومنحطه كمان بوضعيات مركبة اسمها situation complex، مش انه complex معقدة، مركبة يعني بده يستعمل عدة انواع savoir حتى يقدر يوصلها. والشيء الاهم بهالمقاربة بالكفايات انه ما بس التلميذ بيستعمل السافوار والاوبجيكتيف دابرانتيساج، هالتلميذ بيقدر يعمل مثل ديفلوبمنت، تطوير لمهاراته ومؤهلاته، بيقدر يحلل اكثر، بيقدر يعبر اكثر، بيقدر يتساءل ويتحاور اكثر. عمليا شو يعني اذا بنحكي مثال داخل الصف بماده من هالمواد، لنقول تاريخ وجغرافيا. فوالا، تاريخ وجغرافيا بار اكزومبل نعمل بروجي بيداغوجيك، بروجي بيداغوجيك هو بيكون اكثر شيء لعده مواد، بس بنقدر نستعمل من التاريخ من الجغرافيا مشروع تربوي اسمه. بار اكزومبل نحن بدنا نعمل مشروع تربوي عن الريسيكلاج بلبنان، دونك اعاده تدوير النفايات، الريسيكلاج بلبنان، كيف هالتلميذ بده يقدر يستعمل الشيمي، كيف بده يقدر يستعمل الجيوغرافي، كيف بده يقدر يستعمل التاريخ، مثلا بالجيوغرافي بيقدر يستفيد من المواقع الجغرافيه، يقدر مثلا يحط لوكاليزاسيون ويستفيد من منطقه، فور اكزومبل بالشيمي بيقدر يعمل كالكول للتو دو بوليسيون، معيار التلوث، بالفرنسي بيقدر يستعملها كلغه يقدر يكتب، ام اذا بالعربي كمان بيقدر يكتب. هلا هون بنحس انه المواد ما عادت متشعبه، وانه ما كل ماده انه صارت مترابطه اكثر ببعضها، وصار لها يعني عمليا صارت مفهومه. هذا الشيء ما كان عندنا ايام الدراسه، اللي عاده تلميذ بينطر ليصير طالب بالجامعه ليفهم، مش ليفهم اكيد بيكون فهمان قبل، بس لا بتصير الاشياء عمليه اكثر، بصير عم يدرس شيء عملي. اذا عم يدرس بزنس بيعرف انه اذا صار معه هيك بيتصرف هيك، او اذا عم يدرس قانون اذا صار معه هيك بيتصرف هيك. اوكي، المناهج التربويه المعتمده بلبنان معتمده من 97
94 هن اخر مناهج تربويه اعتمدت وبعدهم لهلا وبدي شدد على فكره هن عاده كل قد ايه بغيرون كل ما كان في لزوم انه يتغيروا هلا عاده المناهج المدرسيه بتتغير مع الاختلافات ومع تغيرات المجتمع هون بنحكي انه بدي شدد على فكره انه المنهج منه بس محتوى منه بس طرق تعليم المنهج هو بيعكس المجتمع بيعكس احتياجاته للمجتمع ومن هون هيدي المقاربه كانت ببلدان اوروبا بس نحن بالمؤتمر شددنا على فكره انه نحن ما بدنا نعمل كوبي بيست باللي شيء عم بيصير باوروبا بس انا كنت عم بسالك سؤال تحت لو عم اقول لك هل يعني بين بادله دامغه مثلا انه التلميذ اللي بيظهر من مدرسه اوروبيه اذكى او عملي او بيعرف يتصرف اكثر من تلميذ بيظهر من مدرسه لبنانيه لهلا ما بين معنا هيك بحسب يعني نجاح التلاميذ اللبنانيين بالجامعات بالخارج او بالعمل بالخارج هلا نحن من هيك يعني اذا حدا بده يقول لك ليش بدنا نغير مناهج طالما هالمناهج ماشيه هلا نحن السياسه التربويه تبع لبنان هي سياسه تربويه كثير مهمه اول شيء فيها تشديد على لغه الام وفيها تشديد على لغه اجنبيه نحن ما بعتقد في بلد بالعالم بفوت التلميذ عمره 3 سنين بده يواجه اللغه العربيه الفصحى واللغه العاميه وفي لغه اجنبيه وبعد 3-4 سنين بلش يفوت بلغه اجنبيه ثانيه دونك هيدا بيصير عنده انفتاح على الثقافات وانفتاح فكري وعقلي مشان هيك بنلاقي التلميذ مثلا وين ما بيروح باوروبا بامريكا بيطلع من الاوائل وبيكون مميز بس اوقات بنحس انه في كوتي براتيك العامل التطبيقي عند التلميذ ما عم بيقدر يستعمل وما بيقدر يوظف النظريات بهالتطبيقيات هون بدنا نشدد على فكره انه التلميذ ما عاد انه بس هو كصفحه بيضاء ونحن بنملي عليه كل شيء عشان هيك المقاربه بالكفايات مبنيه على الابروش كونستركتيفيست يعني النظريه البنائيه يعني التلميذ بيبني التلميذ هو اكتيف الي اكتر هو فعال هو بده ياخذ جزء من المعلومات من الاستاذ هو بده يحاول يكملها لهالمعلومات تتصب بالمعايير يلي بده يعملها وبعدين في مثل كمان كفايات مستعرضه بنسميها كومبيتانس ترانسفيرسال يلي هو يعني الاسبري لوجيك يعني التلميذ لازم يكون عنده لوجيك لازم يكون عنده كريتيك لازم يحلل لازم يشوف اذا هالشيء بيطابقه ولا لا وهالشيء بيعمل مثل ديسكوسيون بيعمل مثل مناقشه مثل حوار مع الانتوراج تبعه ترافاي دو جروب كثير بنشدد عليه ترافاي دو جروب الكوبيراسيون التعاون مع الافراد والاستاذ هون بنحس انه ما بقى له لزوم بس بالعكس بهالحاله الاستاذ هو اكثر واكثر بيكون فعال لانه هو بده يحط مثل خطه العمل وهون اصعب هو بوجههم اصلا بكيف بدهم يحللوا وشو بدهم يفكروا اي معلومات بدهم يصير كانه مانجر الاستاذ دكتور ميراي بالمناهج الموجوده هلا والمناهج اللي كانت موجوده قديما يعني كان في كثير بارت كبير او قسم كبير كان منها للاداب للليتراتور للقراءه للثقافه لهالبجاج او هال يعني الثقافه اللي بنحملها معنا بالحياه، هل المقاربه بالكفايات تلغيها؟ فوالا هيدا نقاش كثير كبير واللي صار بالمؤتمر عندنا بجامعه البرلمان انه في عالم كثير ضد في عالم بتشوف هلا بس بدي شدد على فكره انه هي بمرحله اختباريه بعدها بلبنان وبعد ما طلع قرار ديفينيتيف انه بدها تتطبق السنه الجاي دونك بعدهم عم يتشاوروا انه في عالم ضد قالوا انه صار في محو لهالمعرفه محو لهالثقافه عم نطلع تلميذ بيقدر بس يشتغل ما بقى يقدر تلميذ انه يكون عنده شويه الحس الثقافي اللي كنا بالاجيال القديمه كنا نتمتع فيه دونك في عالم بيقولوا لا مع الثقافه نحن بنحاول نجمع الاثنين بنجمع الاوتيل اللي هو شيء كثير مهم الاجريابل يعني الثقافه والامور التطبيقيه دونك هالشيء خلينا نوصل لتوصيات اكثر واكثر مشان لانه المؤتمر عاده هو مكان انه بنتحاور فيه بس ما بنوصل لخلاصه دونك بنوصل مثل نقاط بدنا نحاول نعمل ديفلوبمون بطاولات حوار بديسكوسيون مع الاخصائيين والباحثين بجامعه البرلمان ونحاول ندرب اساتذتنا تيقدروا يفوتوا على المدارس ويحاولوا شو ما كانت الابروش شو ما كانت المقاربه يقدروا يطبقوها وهون يعني كمان في وجهات نظر بتقول انه شو ما كانت المقاربه كانت كفايات كانت اهداف كانت محتوى بدنا نرجع نشدد على المبادئ المبنيه عليها المناهج اللبنانيه هي المبادئ الانسانيه الفكريه الوطنيه بس هي مش رح تروح اوقات ما بقى نلاقيها هي المشكله يعني المدرسه والاستاذ بينسى انه حتى لو انا عم بعلم مات لو انا استاذ مات في مبادئ وطنيه بصفي في انا ما بدي انسى انه التلميذ هو منه طالب منه عدد التلميذ هو مواطن مشان هيك هذا بيفسر كل شيء عم بيصير بلبنان نحن بدنا
ننشئ مواطن يكون أول شيء متعلق بوطنه، بيحترم وطنه، وبعدين هذا بحاجة لمثال مش لتعليم. هيدي عملية أكثر من تعليمية. بدك تشوفي أشخاص عم يتصرفوا كأنه مواطنين، لا تحسي حالك أنت كمان مواطنة. يعني السيئة الوحيدة أو الانكونفينيون الوحيد بهالأبروش بار كومبيتونس هي أنه ممكن تخفف من دور الثقافة خلال السنوات الدراسية. ما إلا ولا سيئة تانية؟ إلا سيئات، إلا مش سيئات، فيها تكون إلا صعوبات، لأنه الأساتذة بس نعطيهم مقاربة جديدة ممكن يفزعوا أول شيء، وبدها تدريب مستمر وتدريب متواصل ومن عدة جهات، من الجهات الجامعية، من الجهات مركز البحوث والتربوي. دونك لازم الأستاذ أول شيء يقتنع بهالمقاربة، لأنه إذا الأستاذ ما اقتنع ما في طبقه، لأنه عنده ميثود دو براتيك أون كلاس هي بتختلف عن الماضي. دونك والأساتذة عادة بلبنان بيكونوا يعني بمدارس مفروض بأكثرية المدارس بيكون عندهم طريقة واحدة بيعتمدوها هن ذاتها كل سنة ولا. ولازم الأستاذ يكون على طول يعني هو up to date يشوف شو عم بيصير وكيف ممكن يطبقه. وبده يعني من الناحية النظرية لازم كمان الأستاذ من الناحية النظرية يشوف شو هي عمليا شي. برأيكم خلال يعني البرنامج التربوي بالمدرسة بيتغير شيء؟ ببطل فيه ساعة مات، ساعة استوار، ساعة راسة، بيضلوا بس بيتغير الأسابيع. يعني مثلا أول أربع السنة الدراسية بتصير تتقسم على ست أسابيع، على ست أقسام من الأسابيع. أوكي. بكل قسم بقلبه ستة كمان تنوصل ل 28 يمكن أقل. دونك أول أربع أسابيع منحاول نعطيه بس كسافوار يقدر يستعملون، منفسر عادي. في أسبوع بس منخصصه منسميه situation d'intégration، يعني حالات التلميذ بيقدر يستعمل هالسافوار بهالوضعيات. وجمعة أسبوع بس لنعمل evaluation تقييم يلي عمله التلميذ. دونك لهلا بعدها كمان عم بتصير دراسات انه يمكن ما يتطبق هالشيء نحن بضمن نظامنا المدرسي. هلا بنحاول يمكن ناخذ شوي ديكوتي، يعني ما ناخذها كابروش مثل ما هي. كابروش بدها سنين طويله، بدك تقنعي وبدها سنين، بدها سنين تدرج بالمناهج وتتطبق ويتدربوا الاساتذه والمعلمين. ونحن حنحاول يعني قد ما فينا نكون نقدر نوضح الامور. طيب انتوا ليش وصلتوا على المقاربه بالكفايات؟ لانه لقيتوا ان المناهج التربويه الموجوده حاليا يعني ما بتخدم التلميذ، او لانه لقيتوا انه هالتجربه تجربت بغير بلاد واثبتت نجاحها؟ هيدا ما كان قرارنا. هيدا اول شيء من ابحاثنا لقينا انه متبعه بلبنان، ومن تشاوراتنا مع المركز البحوث عرفنا انه مركز البحوث عم بيحاول يطبق ويبني مناهج مدرسي وكتب مدرسيه على هالاساس. دونك كان نحن دورنا كاساتذه وباحثين ومحللين انه نقدر نشوف كيف ممكن نطبق. اهم شيء لانه ما بدنا نعمل كوبي بيست بشيء عم بيصير باوروبا ونحن نقدر نحاوله، لانه نحن متطلباتنا وتلاميذنا هن غير. نحن عندنا بروفيل دو سورتي، يعني شو بدنا نحاول نطلع من هالتلميذ بعد هالسنين من المدرسة. دونك نحن غير فرنسا، نحن غير أوروبا، نحن كل بلد له كاركتيرستيك، له أخصائيات معينة. طيب عادة بآخر بنهاية مؤتمرات من هالنوع بيبقى في بارانتيز مثل ما كنا نعمل أيام المدرسة، نبقى نخلي سؤال مفتوح، نطلب التفكير، برينستورمينج، المشاركة، طاولات مستديرة، ورش عمل، تجارب. شو تركتوا بنهاية هالمؤتمر؟ تركنا عدة غير توصيات. ولا كتوصيات كمان بدنا نعمل مثل هني ورش العمل، بتكون مثل بيرسبكتيف للمستقبل. كيف بدنا نحاول ندرب هالأساتذة ونقرب وجهات النظر بين النظري والتطبيقي، وشو ما كانت المقاربة. عادة ما بدنا نعمل فوكس على مقاربة معينة نقول بس أنا بدي دربه على هالمقاربة. في ميثود، في طرق تعليم هي باسبارتو، كيف الأستاذ بده يقدر كمان حسب احتياجات المجتمع يقدر يربي هالتلميذ يكون أكتيف، يكون فعال، يكون عنده هالبنائية بعقله، ما يكون باسيف، هاي الباسيفتي، وبعدين يقدر ويعرف أنه في شابك المعلومات اللي براسه ليستعملها لشيء عملي. ولا وبعدين شددنا كتير على لغة الأم، للونج ماترنال، انه شو ما كانت كمان المقاربه بدنا نشدد انه التلميذ اول شيء يكتسب لغه الام ويقدر يفكر بغير مواد بلغه الام. هذا الشيء بس اكيد ما بيعني انه نحن ضد اللغات الاجنبيه، اكيد كل ما اكتسب لغات اجنبيه كل ما كان منفتح على الثقافات. دونك بس اول شيء لازم التلميذ يتمكن. في دراسات كثير بتقول انه التلميذ يلي بيقدر مكتسب كثير منيح لغه الام بيقدر كثير منيح يكتسب غير مواد وغير لغات. دونك هي
الباز، ما بدنا ننسى انه نحن وطن عربي ولبناني، دونك لغتنا الاميه لغتنا الرسميه هي اللغه العربيه. وبعدين هيدي منسيه من نص الشعب اللبناني للاسف، اكثر من نص المدارس اللبنانيه. وبالمشاكل بالمدرسه بنقول انه في مشاكل بتعليم اللغه الفرنسيه وتعليم اللغه الانجليزيه، بس بننسى اللغه العربيه. هو بالواقع هي اللغه العربيه الاكثر شيء عم بتعاني من مشاكل. صحيح، في عنا تلاميذ بيتخصص لها اقل شيء ساعات بكل، في عنا تلاميذ ما بتعرف تكتب يعني نص، ما بتعرف تحكي بالعربي المضبوط. نحن بدنا نشكرك دكتور ميراي، بتمنى يعني يصير في ورش عمل ويصير فيه البرين ستورمينج حول هالموضوع، بنبقى على متابعه. وانا كمان بدي اتشكر بجامعه البلمن. ثانك يو. وانا كمان بدي اتشكر محطه الام تي في اللي سمحت لنا انه نقدر نعرف شوي المشاهدين على النشاطات الثقافيه اللي عم بتصير بجامعه البلمن، وان شاء الله اكيد بنضلنا بمجال تعليمي متطور بلبنان ان شاء الله. ثانك يو.